إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم. خوك راه مش من أمك وباباك، خوك من ولاك مش من أمك وباباك. وقت اللي تقول خو بالفم والملاء مش القضية مصالح، خيوة وقت الشدة، خيوة وقت اللي تفقدني وقت الحزة، خيوة وقت اللي تهزني وقت اللي طايحة بي، خيوة وقت اللي تزورني وأنا في حاجة لشكون يرفع معنوياتي أو يشاركني أفراحي أو أحزاني. وقت الرسمي الخو راه خو، والصاحب يقعد ديما خو. كنقولوا الخو، شنو هو الخو؟ الخو فيه برشا معاني وبرشا رموز وبرشا حكم، والمبدأ والبداية اللي أوصى بها ربي سبحانه وتعالى، أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم. ولذا الإخوة عند اللي يعرف قيمة الخو، خوك راه مش من أمك وباباك، خوك من ولاك مش من أمك وباباك. كلمة شهيرة عند الإخوة الجيرية يقولوا خوا خوا، معناتها رانا خيوة، خيوة وقت الشدة، خيوة وقت اللي تفقدني وقت الحزة، خيوة وقت اللي تهزني وقت اللي طايحة بي، خيوة وقت اللي تزورني وأنا في حاجة لشكون يرفع معنوياتي أو يشاركني أفراحي أو أحزاني. خيوة عندها برشا معاني، ولذا نوصي كل ما هو بشر على وجه الأرض هذه تكون في قلبه الرحمة وصلة الرحم، ومضى بينا حتى من بعيدة تقارنوا بخوك، لأن وقت الرسمي الخو راه خو، والصاحب يقعد ديما خو. وإذا الله يهدينا على بعضنا وشبابنا اللي العائلات الكباراتنا اللي تربونا على الوضع هذايا وعلى هالحكمة هذية، فقدناهم الله يرحمهم اللي ماتوا، والله يطور في أعمار اللي مازالوا، وهذاكم ذخر العائلة وذخر الوطن وذخر للحاجات اللي باش نخرجوا بها على السكة، نلقوا شكون يوجهنا. توا صاحبك تقول له راك أنت خويا، يعني بالحق أنه يمثلك، معناه يكون هو أخوك؟ الصاحب اللي باش تقول له راك خويا ما تكونش لأغراض شخصية وإلا لقضية حاجة، وإلا يلزم تكون صادق. صادق الشاعر قال: يا خليلي يا أنيسي يا رفيق الود رفقة، هات لي كفك عهدا نخدم الأوطان حقا، كل مخلوق سيفنى ما عدا الأعمال تبقى. الخو وقت اللي تقول خو بالفم والملاء مش القضية مصالح وإلا لأغراض أخرى وإلا لاتجاهات أخرى، لا، هذا يسمى استعمل وسيلة بكلمة خو وقت اللي هو ما يحملهاش كلمة الخو خلاص، وما تركبش عليه وما تكونش الخو بالطريقة هذه. أنا خو لا لا. شنو تقول للإخوات اللي بدلتهم الفلوس واللي بدلتهم الماديات واللي بدلتهم الحياة كيف نقولوا الورثة والديار والعقارات؟ الخو نقول روى مثل آخر زاد مصطلح عنا يقول: الأب موجود والولد مولود والأخ مفقود. وإذا الخيوة ننصح كل من هو أخوه مقاطع أخوه، بالله عليكم راهو اللي باش يتنازل على حق يعتبره هو حق ضاع له وإلا تظلم فيه ويقول خويا ويقطع صلة الرحم، لا يا خويا، هو عمل لك العكس، أنت بادر بالخير، وخيركم من بادر أخيه بالسلامة، خيركم من بادر أخيه بصلة الرحم. ولذا راهي الدنيا فارية فارغة ما هزها حتى واحد، ومن بعد راهو إذا كان يوصل يقطع خوه وجي نهار اللي ويرحل منهم واحد بعد عمر طويل، راهو الندم ما عادش يفيد، وملتقى قدام الله سيرة الرحم راهم عندهم ميزة خاصة عند ربي سبحانه وتعالى. ولذا إن شاء الله نكونوا من الناس اللي نرحموا خيوتنا ونرحموا إخوتنا اللي من الأم والبو وما غير أم وبو. سيرة الرحم راهي باهية، وكلمة الأخ راهي عندها وزن كبير ياسر عند اللي يعرفها. ولذا الله يهدي الجميع، الله يهدي وليداتنا، الله يهدي بناتنا، الله يهدي كبراتنا، الله يهدي كل من هو غالط في حق خوه،
ولذا وحدوا الله وحدوا الله وحدوا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم.